مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في طبعا جزئنا الثاني النهارده من الحصاد. مشاهدينا، زي ما قلت لكم احنا هنتكلم عن المحاصيل الصيفيه، لكن طبعا لازم نبقى عارفين ان عندنا قطاع مهم هو بيهتم بكل ما يخص طبعا المدخولات الزراعيه. عندنا قطاع الخدمات والمتابعه، هذا القطاع طبعا بيهتم بالاسمده اللي هتوزع على الفلاحين، التقاوي، ايضا كمان المراقبه، حاجات كتيره قوي في تفاصيل الملف الزراعي بتبقى معنية بها طبعا هذا القطاع او الدور اللي بيقدمه هذا القطاع. ضيفنا النهارده اللي طبعا هيكلمنا عن كل طبعا هذه المدخولات، ما ينفعش نتكلم عن المحاصيل الصيفيه بدون ما نتطرق للمشاكل بقى اللي موجوده جوه الزراعه المصريه. الاسمده هتبقى عامله ازاي في طبعا المحاصيل الصيفيه؟ الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي؟ في خطط زراعيه جديده ولا لا؟ طبعا ده المعني بيها بالمقام الاول هذا القطاع اللي طبعا رئيسه المهندس حمدي العاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابع بوزاره الزراعه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله كله تمام، ويا رب ان شاء الله يكون لدينا اخبار النهارده كويسه قوي كمان للفلاحين. حضرتك كل ما بتيجي بتقول شويه معلومات كده بتبقى هي الحاجه اللي بتسعدني، والخبر كويس جدا ان احنا وصلنا النهارده الى 3.7 مليون طن للقمح توريد. ودي حاجه مبهجه، ان شاء الله هنصل الى المستهدف بتاعنا 4.250 مليون طن كما اعلنه معالي الوزير، ودي حاجه كويسه. لو عندنا ان شاء الله كانت مخازن اوسع، بالتالي كنا هنقدر نحط او يعني نخزن كميات اكبر من كده. انا الحقيقه راجع من جوله في فرنسا امبارح بتفرج على القمح الفرنساوي. احنا القمح بتاعنا ما شاء الله ليس له مثيل في العالم. باعتراف الفرنساويين نفسهم، انا كان عندي خبير هنا الاسبوع اللي فات وشاف القمح بتاعنا ومشي في الشون وشاف التجمعات بتاعتنا وانبهر، هو كان بيكلمني امبارح معايا في الاجتماع بيقول لي انا انبهرت بالقمح المصري واصناف القمح المصري، لان انا اتفرجت على القمح الفرنساوي ولا يساوي حاجه جنب القمح المصري. زائد النظافه اللي احنا بنعملها، الناس بتوعنا الفلاحين بتوعنا المحترمين اللي بيوردوا القمح بتاعهم وبينظفوه فعلا يستحقوا ياخدوا درجه النظافه الكامله اللي هي 23.5%، ودي حاجه كويسه من الحاجات اللي اسعدتني في زياره امبارح، ودي كانت حاجه مطوله رقبتي. ان شاء الله سنصل الى المستهدف بتاعنا في القمح، وهيبقى الموسم اللي جاي ان ربنا اكرمنا وعشنا هيبقى عندنا حاجه اكبر من كده واحسن من كده، وسنتوسع في زراعه القمح لسد الفجوه القمحيه للاستهلاك المحلي. من ضمن الكلام ده طبعا اللي هيساعدنا عمليه سد الفجوه دي باشمهندس حمدي، يمكن كان اتكلم عليها كمان طبعا استاذ عطيه سالم عطيه رئيس البنك التنميه والائتمان، وقال ان احنا عندنا مراحل، وانا عارفه طبعا حضرتك عارف هذه المراحل. يمكن المرحله اللي هي اللي احنا في صددها السنه دي وهو الوصول زي ما حضرتك قلت ل 4000 طن عمليه التوريد، وكمان ده انا سامع من حضرتك الرقم زايد، و250 كمان 250000 ان شاء الله باذن الله. فاذا كده احنا قربنا خلاص على انجاز المرحله الاولى بنجاح ان شاء الله. دي معلومه مهمه يمكن انا حابه ان انا اركز عليها حتى كمان للساده المشاهدين. فيما يخص بقى باقي المحاصيل، ولا حضرتك عايز تضيف حاجه هنا؟ لا، هو كان برضو انا من ضمن زياره الحقيقه كنت بتفرج على الصوامع بالطريقه الفرنساوي وتصنيعها وساعتها والتكنولوجي بتاعها، بصراحه عجبتني جدا، ويمكن دي كان من احد العوامل. انا والعطيه بيه سالم الحقيقه كنا بنناقش الوافد الفرنساوي لما جه يعمل لنا العروض، وزورناها الاماكن بتاعتنا، ورحت اتفرجت بنفسي امبارح كنت موجود على ارض الواقع بشوف الطريقه بتاعت تخزين القمح هناك، حاجه هايله جدا. لو وصلنا الى هذه الدرجه اعتقد مش هيبقى عندنا فائد، والفائد اللي كنا بنتعرض ليه من المخازن والشوال المفتوحه هتبقى اضافه للانتاج الزراعي القادم في المواسم القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. بما ان حضرتك ذكرت الفاقد ونسبه الفاقد، احنا عندنا الفواقد عندنا مش بس في القمح، احنا عندنا كمان في محاصيل استراتيجيه اخرى زي الذره والرز عندنا ايضا كمان نسبه فاقد، ولكن هي اعتقد انها مش بتبقى بنفس الدرجه او مش بتبقى يعني مقلقه قوي زي محصول القمح، ولا حضرتك شايف ايه باشمهندس حمدي؟ انا معاكي، القمح محصول خطير جدا، لازم في ان احنا يعني نتوخى الحذر والدقه في ضم هذا المحصول. اذا اتاخر الضم بيبقى عندنا فيه فائد، اذا تعرض لموجه من العصافير بيبقى فيه فائد، اذا تعرض لعمليه النقل بالشكاير البلاستيك ومن عربيه الى عربيه بيبقى فيه فاقد، لما بيروح الشون وتحط في شون مفتوحه
بتبقى عنده فاقد في الرطوبه، بتبقى عليه رطوبه وعليه اتربه وعليه عسافير بتاكل منه. يعني انا كان لسه بناقش النهارده احد العلماء المتخصصين في تخزين القمح، بيقول لي ان العصفوره بتاكل كل يوم 4 جرام قمح. لو حسبهم في عدد العصافير اللي موجوده في مصر، يعني بنفقد كل يوم 4 طن قمح من خلال العصافير. نعم. وده شيء طبعا كبير جدا مش صغير. فتخيلي الفاقد عندنا عوامله كتيره جدا، لكن احنا ناويين نسيطر عليها. ان احنا الاول ازاي الفلاح دلوقتي بقى كويس جدا وعنده معلوميه وعنده الارشاد، وانتم القناه بتاعتكم من احد النوافذ الارشاديه المهمه اللي بتوعي المزارع ازاي يضم المحصول. ان شاء الله هيبقى عندنا الفاقد دون، انا بسميه اضافه جديده في الانتاج الزراعي، وهنتغلب على كل التخزين المفتوح. واحنا مصممين ان شاء الله، احنا داخلين ان شاء الله السنه الجايه بمليون ونص طن قمح في ال 25 صومعة جداد، سعه الصومعة 60,000 طن. هذا بالاضافه ان احنا بنشجع البنك ونشجع القطاع الخاص، ونشجع عندنا منحه جايه لنا ان شاء الله نبني صوامع بهذا القدر، تاخد مثلا الصومعة سعتها 60,000 طن. لو عملنا الكلام ده في كل محافظه اعتقد هيبقى لنا شان كبير جدا في تخزين القمح. مش تخزين القمح الحقيقه، كمان احنا عندنا الذره الاصفر، وده ملف لازم نفتحه. هذا الذره احنا بنستورد كميه كبيره جدا من الذره. طب ليه ما ننتجش؟ ليه ما نغيرش مفهوم المزارع؟ وده ما توجهت اليه الوزاره السنه دي بتعليمات معالي الوزير، ان احنا نعمل الزراعه التعاقديه للذره الصفراء، على اساس لما يبقى انا رفعت سعر التوريد من 300 جنيه او 300 جنيه للاردب، اعتقد ان سعره هيبقى احسن من السعر العالمي. الطن يبقى في حدود 2150 جنيه في فترة نضج المحصول أو حصاد المحصول اللي السعر بيتدنى فيه العالمي إلى 1800 جنيه. أعتقد ده دعم غير مباشر للفلاح تماما، والحكومة واقفة جنب منه، وهنخلي التعاقد ما بين اتحاد منتجي الدواجن والجمعيات التسويقية اللي موجودة على مستوى الريف أو مستوى الاتحاد التعاوني، وأعتقد هذا سعر مرضي للفلاح. وإن شاء الله بدام هناك منفذ للتسويق هنبقى يعني المستهدف في السنه دي ان انا عايز امنيتي احقق مليون طن ذره صفراء من جمله ما احتاجه 5 مليون طن، وده كويس جدا. لو الفلاح خد سعر كويس هيقبل على زراعه الذره الصفراء على حساب محصول الرز. يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، ان احنا وفرنا الميه، بنقلل من زراعه الرز، زودنا المساحه المزرعه ذره، قللنا الاستيراد من الخارج، قللنا احتياجنا من الخارج، ايضا قللنا توفير العمله الصعبه. ايضا نحافظ على الذره بتاعنا، له مميزات عديده لما ناخده من هنا، بدل ما يجي سفر في الميه 30 يوم او 40 يوم بيتعرض للرطوبه اللي بتتواجد فيها الالفا توكسين اللي تعمل ضرر كتير جدا للدواجن بتاعتنا او صناعه الدواجن. نعم. المحاصيل الصيفيه بقى يا فندم، طبعا حضرتك اتكلمت عن الذره، من اهم المحاصيل الصيفيه القطن والرز كمان. نعم. موسم جديد بقى هيبتدي، ايه الاستعدادات اللي بتعملها طبعا قطاع الخدمات؟ ايه اللي بيحصل دلوقتي علشان احنا عندنا فجوه كده، عندنا في او مش هقول فجوه، عندنا يعني هم كده من ناحيه الفلاح وزراعه القطن. حصلت كذا كبوه كده، حصل كذا كذا يعني وقفات مش كويسه في هذا الموضوع، هيتم ازاي التعامل ومراعاة المشاكل اللي بتحصل؟ اولا حضرتك انا معاكي تماما في الكلام ده. احنا وصلنا النهارده ما تم زراعته لمحصول القطن 350 الف فدان. المستهدف 371 الف فدان الحقيقه. احنا هنزرع قدامنا كمان لحد 15/6 بنزرع في محافظه البحيره، اذا المستهدف بتاعنا هيجي ان شاء الله. طبعا مشكله التسويق اللي كانت موجوده في السنوات السابقه وحريه الاسواق وحريه التجاره الحره هي اللي ادت الى وجود هذه الفجوات، ويمكن اثرت على السلالات بتاعتنا القطن، لكن احنا بنحاول في صدد ان احنا نحافظ على هذه السلالات نقيه. زي صنف جيزه 88، انا كانت عندي شركه النهارده من الشركات الكبيره المصريه بتتعاقد على جمله انتاج جيزه 88. معنى ذلك يبقى القوى الشرائيه المصريه الوطنيه، انا بسميها الوطنيه، هتبقى داعمه للمحافظه على افضل انواع الاقطان العالميه فائقه الطول. هذا الصنف كان معرض للانقراض. ليه؟ لان دخلت، اما سيبنا التسويق حر، الجلابين اللي دخلوا السوق والمحالج الخاصه اللي اشتغلت ضيعت البذره دي في اماكن عديده ما كناش قادرين نحافظ عليها. النهارده انا هزرع الصنف، معايا شركه بتتعاقد عليه، بشغل الفريق بتاعي للمحافظه سواء الاداره المركزيه لفحص واعتماد التقاوي او صندوق تحسين الاقطان معهد بحوث القطن، واعمل اجراءات من شانها
ان انا احافظ على كل فص قطن هيطلع من التقاوي دي عشان اكتره للسنه الجايه وازود المساحه. نعم. ازود المساحه طالما عندي تسويق له. وعايز اقول ان اتحط لي النهارده سعر مغري جدا، لكن انا مش هقوله، لان انا في سبيل التفاوض ورفع هذا السعر من اجل المزارع المصري، وانا مش هسكت لما اجيب له اعلى سعر ان شاء الله، لان انا واثق لهذا القطن الشركات العالميه كلها بتتهافت عليه. طب يعني هنعرف السعر امتى يا فندم؟ كمان قد ايه؟ انا النهارده والله جالي سعر جميل جدا، بس ان شاء الله سيبينا كمان اسبوع عشان في محل التفاوض. ايوه هيبقى احسن لصالح المزارع. نعم. ويمكن الشركه سامعاني دلوقتي. انا بحاول طبعا ادخل شركات اخرى تنافسيه على من اجل مصلحه المزارع، واجل ان انا اعود او ارجع المساحه المزارعه من هذا الصنف الى 30,000 فدان زي زمان. طيب باشمهندس حمدي، ايه اللي كان افقدنا او افقد القطن المصري هذا الجو التنافسي؟ حضرتك اتفاقيه التجاره الحره خلت السوق بقى غير منضبط، ودي كانت مشكله كبيره جدا. لكن احنا متفقين وماضيين على اتفاقيه التجاره العالميه الحره اللي هي الجات، لكن سنحافظ على المحصول القومي بتاعنا بعلمائنا، بقوه القرار المصري التي يحمي هذه الصناعه. والوزير الحقيقه متفاهم جدا لهذا الموضوع، وفي صدد اصدار تشريعات محدده، ويمكن كان هو مجتمع يوم الثلاثاء اللي فات مع الشركات القابضه المصريه للصناعات النسيجيه من اجل تحسين هذه العلاقه في التسويق والانتاج، وان ياخذوا المحصول المصري في الاول، وندعم هذا المحصول المصري في الاول، ونشغل الصناعه الوطنيه بتاعتنا بالاصناف بتاعتنا بتاعت القطن، ونرجع زي زمان تاني. لان انت عارف الاسواق العالميه فيها منافسه شديده جدا، وهناك ناس مصلحتها ان انت تخرجي من التنافس في القطن، اللي هم القطن قصير التيله. نعم. ابو 600 جنيه اللي ما بيجيبش همه، اللي فيه 40% عادم. لكن احنا ان شاء الله هنرجع وناخد مكاننا في الرياده العالميه لصناعه القطن وانتاج القطن المصري بمشيئه الله. طيب هنا حضرتك اشرت لنقطه مهمه قوي، يمكن طبعا احنا خلاص بكره ان شاء الله هيتم اعلان رسميا من هو رئيس مصر القادم، فهنا حضرتك اشرت للقرار الذي يسبقه اراده. نعم. يعني احنا محتاجين في محاصيل زي محصول القطن ان يبقى في قرار مسبق باراده، ده مش مجرد قرار بس، ده انا نعم. عندي اراده ورؤيه ان انا عايز ارجع تاني العرش بتاعي، انا عندي حاجه مش موجوده عالميا، انا بس اللي متميزه بده القطن. هل احنا عندنا حاجه تانية محتاجه قرارات تسبقها اراده، واراده طبعا هتبقى متابعه لسير عمليه الاتخاذ تنفيذ القرار فيما بعد، القطن وايه كمان باشمهندس حمدي؟ حضرتك انا طبعا لازم اوفر الميه. فهرجع هنا لملف الرز. بنتكلم على الرز صح كده. ايوه. الميه طبعا دي كل همي ان انا ارشد استخدام الميه، مش ارشد كمان، تطوير الري الحقلي وليس تطوير لقنوات الري، لا، تطوير مفهوم المزارع المصري لاستخدام الميه المتاحه اليه، وهو تطوير الري الشامل بمفهومه التطوير الري الحديث عن طريق استخدام الري بالرش او الري بالتنقيط، ودي هدف استراتيجي لابد ان نسعى اليه كلنا. صحيح. لابد ان الدوله ما دام فيها مؤسساتها القويه التي تحمي القرار، اعتقد هنبقى الامور سهله بالنسبه لنا. يعني انا ما اجي اقول ان انا هوفر للمزارع اللي هو خايف، هوفر له كل وسائل الري عن طريق بنك التنميه والائتمان، ويدعمه بنك التنميه والائتمان بفائده زراعيه بسيطه. يبقى انا هنا دعمت المزارع، وفرت له المستلزمات بتاعه تركيب شبكات الري بقراره واراده سياسيه، وتدعمها الاراده السياسيه في ان احنا نعمم هذا الكلام ده على كل الريف. لو عملنا كده انت هتوفري اكثر من 60 70% في الميه. طب برضو احنا محتاجين اليه جديده برضو باشمهندس حمدي. حضرتك يعني انا بفكر مع حضرتك برضو، لان الفلاح هو بيسمعنا كده، او بلاش الفلاح، اي مواطن تاني مهموم. يعني على فكره احنا كلنا اصولنا أكيد. فلاحين. أكيد. يعني حتى كل سكان القاهره والاسكندريه يا فندم. انا فلاح نفسي. طب انا فلاح. فحتى اللي مش بيشتغل بزراعه برضه هو مهموم، فهو دايما بيسمعنا، يعني المتابع لينا بيسمع عن منظومه الري الجديد، تطوير منظومه الري وشبكات الري الجديده و و و وبنتكلم كتير وبنحاول نقنع الفلاحين كتير. ايه الاليه اللي تخليني اقول خلاص هنطوي صفحه الري القديم مع بعض المحاصيل اللي طبعا بيحصل فيها تجاوزات زي محصول الرز وما الى ذلك، وخلاص هيحصل وقفه؟
عايزين آلية، عايزين حاجة جديدة. الآلية من خلال توعية ووصل المعلومة الحقيقية للعنصر البشري اللي هو اللي هيسمع كلام أو مش هيسمعه. لازم هذا الرجل نطلعه على التجربة. أنا عندي تجارب كتير قوي في الدلتا، في الأراضي الطينية وأراضي الوادي القديم، شغالة بالري بالتنقيط وري بالرش. المزارع محتاج الإقناع من جانب الإرشاد. لابد أجهزة الدولة كلها تبقى عندها هذا الفكر، وإن هي ترعاه، وننقل المزارع ان هو يشوف الكلام ده بنفسه، لانه مش هيوفر ميه وبس، ده هيوفر اسمده، هيوفر عماله، هيوفر مقاومه حشائش ومقاومه افاد، ويقلل الاسمده الكيماويه ومتبقيات المبيدات، وهيبقى المحاصيل بتاعته لها القدره التنافسيه في التصدير كمان لو استخدم الطرق الحديثه والمغذيات الحديثه من خلال الطرق الري الحديثه الجديده. الكلام ده بيقول لك انا ما معيش فلوس، طب هدخل بنك التنميه والائتمان داعما للمزارع في ايجاد هذه، مش هديله فلوس في ايديه، لا انا هجيب له مستلزمات الانتاج بتاع الادوات الري، واقول له اتفضل بفائده زراعيه بسيطه، اعتقد مش هيبقى له حجه، وهيبقى عندي مهندسين الارشاد يفهموه ازاي ري جديد واساليب جديده، وانا ممكن اعمل لهم رحلات يشوف الاراضي الجديده، مش في الاراضي الصحراويه، في الاراضي القديمه، ويشوف الكلام ده. المزارع متى ما شاف هيقتنع. الكلام ده مش هيجي بين سنه واتنين، ده محتاج فتره انتقاليه عشان الناس تقتنع بالكلام ده. طب التوعيه دي اعتقد ان القناه بتاعتنا ممكن تكون انها بتساهم او كسرت الحاجز اللي بين الفلاح وبين المسؤول الكبير او المخططين مثلا في الوزاره او في قطاع زي قطاع حضرتك، قطاع الخدمات والمتابعه. احنا بنحاول احنا نعمل عمليه التوصيل. شايف يا فندم ان بدا الفلاح يستجيب؟ في امل للاستجابه؟ الفلاح ذكي جدا. الفلاح المصري ذكي جدا، وعلى فكره انا يعني شفت الزراعه بره ما كان وبتاع والكلام ده، لكن الفلاح البسيط المصري اذكى من اي حاجه تانية، وبيدور على مصلحته تماما. انا هوجد له المصلحه التي او يعني الشغلانه التي تتناسب مع مصلحته. هو عارف مصلحته في ناحيه، اذا اقتنع هيشتغل بقى على طول. يعني حته الذره، طالما انا هاخد منه الذره، ويقول لك ايه انا عايز زرع الذره، خد المحصول اعلن لي عنه. طب انا اديتك دي، اعلنت لك وهاخد منك المحصول، اعتقد انه هيزرع. الرز مش عايز نزرع رز، انا بكسب من الرز، اوجد لي البديل عشان ما ازرعش رز، حقه في الكلام ده، هوجد له البديل. الحاجه الثانيه بقى، هناك حاجات كتيره قوي زي مستلزمات الانتاج. لما انا اعلن عن حاجه زي كده والمزارع اللي هيسمع كلامي هدي له كامل المستلزمات بتاعته المدعومه. طب اللي مش هيسمع الكلام، لا انت مالكش عندي بقى، السوق الحره موجوده قدامك. تمام. ودي قرار سياسي لابد من الدوله يبقى بهذا الشكل. انا هدعم المزارع اللي هيمشي معايا في السياسه الاستراتيجيه بتاعه تحقيق الامن الغذائي المصري. يبقى دي سياسه الدوله. سياسه الدوله. وهدعم المزارع اللي هو بيحقق هذه المنظومه. مش هاكل حريه الزراعه وحريه انك انت تزرع وزي ما انت عايز براحتك. لكن انا عندي لازم احط اهداف لوزاره الزراعه اللي هي تقليل الفجوه الاستراتيجيه في المحاصيل الاستراتيجيه. والمحاصيل الزيتيه اللي احنا بنستوردها من بره. في الحاله دي انا هديك كل الدعم بتاعي، اوفر لك الاسمده، اوفر لك المبيدات، اوفر لك التقاوي، اوفر لك سبل الري الحديث، هدعمك بقروض زراعيه. يبقى ده اسمها حوافز الانتاج من خلال السياسه اللي احنا بنزرع. انا عايز اقول لك النهارده، وده خبر لازم يا ريت كان اتصور او التلفزيون صوره، كان بيصوروا النهارده معالي الوزير جاب مين؟ ممثلين الفلاحين عن مصر كلها بالكامل النهارده. وقعد يسمع لكل واحد، واحنا قاعدين قيادات وزاره بنسمع لكل واحد ايه فكرته في تطوير الزراعه. انت بتعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ بتستهدف من الكلام ده ايه؟ امنيتك ايه اللي انت تشوفه؟ كل الكلام ده كان كل مزارع بيقول فكره احنا بنسجلها ودخلناها، انا شخصيا سجلت كل الكلام ده وبنحلله عشان نخلي الكلام ده الى حقيقه واقعيه، وبنستفيد باراء المزارعين اللي هم ممثلين مزارعين مصر كلهم عشان تبقى منظومه زراعيه متكامله. واقترحوا كلهم انهم عايزين يرجعوا تاني الدوره الزراعيه. كنت لسه هسال حضرتك عن الدوره الزراعيه. تخيلي، بمعنى كان احنا ماشيين في طريق عوده الدوره الزراعيه مره اخرى. أيوة. يمكن كانت بتتعمل في فترات يعني سابقه ان على بس محصول الرز بس، يعني يقول يعني كفر الشيخ السنازي ما تزرعش رز، لا ما اعرفش مين محافظه ايه اللي تزرع، مين يزرع، مين ممنوع من الزراعه، بس في هذا المحصول، علشان احنا عندنا تخوف من الفقر المائي، او اللي احنا فيه احنا بالفعل عايشين فقر مائي، فاحنا عندنا مشكله في المي. الدوره الزراعيه هتبقى عام واشمل باشمهندس حمدي. اكيد اكيد، خلي بال ساعتك دي هترفع انتاجيه المساحه الحقليه. يعني انا ايه، زكاه الارض بتزرع رز
رز وقمح دي كلها محاصيل نيجيريه، فبتخلي بتوضع في الارض. لكن صحيح. اما حزرع الارض اللي زرعت السنه دي رز على مستوى مثلا محافظه كفر الشيخ اللي هي المناطق المصرح بزراعه الرز عشان نسبه الملوحه، او اقوم انقل على قريه ثانيه في نفس الحوض، ابقى اعمل دوره زراعيه داخل الحوض الواحد، بحيث ان انا ارضي الناس كلهم انهم يزرعوا رز في مرحله 3 سنوات. يبقى دي اسمها عداله التوزيع. انا عندي مناطق لا تصلح الا لزراعه الرز، خلاص دي اللي انا هصرح بزراعه الرز، اللي هي في حزام البحر اللي بتدخل الميه المالحه عليها، يعني لازم ادي غسيل هنا للاراضي دي وازرعها رز. لكن في اراضي تصلح لجميع الزراعات، يبقى لازم هنا اعوض الناس دي بمحصول زراعي يبقى مساوي في القيمه الاقتصاديه لمحصول الرز اللي هي الذره الصفراء مثلا، او الزراعات الزيتيه. يعني النهارده برضو كان عندنا مؤتمر بنشوف حكايه التكثيف الزراعي او التحميل الزراعي على محاصيل اخرى، على اساس ازود القيمه الاقتصاديه بتاعه الارض، بتزيد عن طريق التحميل الى 1.3 او 1.4. لو انا حملت ذره على فلصويا، لو انا حملت ذره على الطماطم، لو انا حملت ذره على الفراوله، لو انا حملت مثلا قطن على القمح، لو انا حملت القطن على البصل، خدت بال حضرتك في حاجات كتير جدا بتتداخل الزراعه مع بعضها، لكن بتزود لي السعه الزراعيه الى 1.3 الى 1.4، ودي التوسع الراسي في الزراعه عن طريق التكثيف الزراعي. دي من ضمن الحاجات المقبله عليها وزاره الزراعه في الموسم القادم الحالي. نعم. من اهم المشاكل اللي طبعا دايما بيتكلم فيها الفلاحين السوق السوداء بتاع الاسمده. الاسمده بتتسرب فبالتالي بيتعمل سوق سوداء، فبالتالي في مشاكل. هنا يا فندم، هل خلاص يعني خلاص هذا القرار احنا بصدد الغاء الدعم على الاسمده علشان ما يبقاش عندنا في سوق سوداء، ولا هيبقى الوضع هيبقى عامل ازاي؟ حضرتك يعني بالنسبه للاسمده، الحقيقه انا برضو عايز اطمن اخوان المزارعين، وهم يعلموا تماما ان احنا بنوزع في الموسم الصيفي من 10/3 قبل الموسم الشتوي ما يتشال والمحاصيل الشتويه ما تتشال. صرفنا للفدان 2 شكارة يوريا او 3 شكارة نترات، واعتقد كل الناس خدت هذا القدر. ايضا المحاصيل زي القطن او البنجر او المحاصيل زي القصب خدت كامل حصتها، او في انها قربت انها تخلص حصتها بالكامل. هيبقى عندي الشهرين اللي هو 6 و7 اللي بتبقى فيه الذروه الحقيقه الصيفيه، ان شاء الله ربنا ييسر احنا قادرين ان احنا نوزع الاسمده اللي موجوده عندنا بعداله على كل المزارعين، واعتقد احنا طلعنا من موسم الشتاء وما كانش عندنا اي ازمه في الاسمده. ولحد دلوقتي انا ما عنديش اختناق في الاسمده، ولحد دلوقتي كل الناس بتاخد الحصص بتاعتها، وجامعات ما زالت فيها اسمده، وبطمن الناس ان جامعات فيها ارصده لحد هذه اللحظه، وان احنا الحمد لله ما عندناش اختناق. انا عايز المزارعين يساعدونا، يبقى هم عيننا على كل جمعية، لأن الجمعية فيها متابعة ذاتية وفيها رقابة ذاتية، إن لو حصل أي تلاعب في الأسمدة تليفوني مفتوح وتليفون الوزارة مفتوح، وإحنا عندنا أجهزة المتابعة على مستوى الجمهورية منتشرة وبتحقق كل الكلام ده تماما فورا، وإن شاء الله مش هيبقى عندنا أزمة. كنا متخوفين الحقيقة إن تبقى في أزمة طاقة، لكن عدنا مع شركات الأسمدة في وجود السيد وزير الصناعة والتجارة، وجاب لنا المختصين عن الطاقة شركات الغاز الحقيقة، والتزمت شركات الغاز لا يقل ضغط الغاز لمصانع الأسمدة في الفترة اللي جاية عن 75% من احتياج الشركات الحقيقة، وده قدر كل الشركات ارتضته، وهم ارتضوا قالوا طالما احنا الضغط مش هيقل عن الكلام ده، احنا ملزمين نورد كل الكميات المفروضة على المصانع لوزارة الزراعة، وهناك رضاء تام في هذا الموضوع. انا النهارده لسه مدي الشركات الكبيره النهارده الشهاده ان هو ورد كل الكميه بتاعته، يعني شركه زي ابو قير ما شاء الله مورده ل 140 الف طن، ورداهم قبل 1/6 خدت الشهاده بتاعتها تماما. شركه من، انا مش عايز اقول لك شركه مين ولا مين، لكن الحقيقه الشركات ملتزمه، وانا بحيي هذه الشركات على التزامها الوطني تجاه الزراعه المصريه وتجاه المزارعين، واحنا مصممين ما يبقاش عندنا ازمه ان شاء الله. وأزمة الطاقة على 1/9 و1/8 أعتقد هتبقى عندنا محلولة تماما، مش هيبقى في عندنا أزمة في طاقة بمشيئة الله إن شاء الله. لأن إحنا سمعنا كتير قوي طبعا قبل فصل الصيف ما يبتدي، سمعنا إن هيبقى في مشاكل في التيار الكهربائي، هيبقى في كذا، فطبعا كل ده بيبقى له ظلال زي حضرتك ما حضرتك عارف على عملية الإنتاج بأكملها.
اللي يهم الفلاح طبعا هو السماد، لان ده هو روح الزراعه. فزهرتك ما طمنتنا، يبقى ان شاء الله مش هنلحظ، لان زهرتك ما قلت ان الشركات خلاص هي ضخت الكميه بتاعتها وما فيش توقف، ما فيش تقليل في نسبه، ما فيش اي مشكله من هذا الموضوع. عندنا جزئيه اخرى بقى باشمهندس حمدي فيما يخص المراقبه، واحنا عندنا هذا البند ناقص مش بس في القطاع الزراعي، في كل القطاعات الموجوده في مصر. احنا بنسن قوانين، والقوانين ممكن تكون بتنفذ او بتنفذ نص نص او 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 ما الى ذلك. اذا يعني اللي هيوقف الموضوع ده على رجليه او اللي هيوقف اي عمليه تنميه هي مراقبه حدوث العمل، المتابعه ثم المتابعه ثم المتابعه. تمام يا فندم. انا ما تابعش في شهر واجي انام الشهر اللي جاي، لا. انا عندي لجان متابعه اكتر من 16 لجنه وزاريه للمتابعه على المحافظات، ويمكن من 1/6 انا اجتمعت معاهم الاسبوع اللي قبل اللي فات. احنا بننزل مثلا ايه، كل لجنه بتنزل محافظه، بتختار محافظه بتنزل، لكن ما بتبقاش باينه قوي في المحافظه. فانا هعمل ايه؟ انا مثلا عندي ال 16 لجنه دولي، انا عندي الجيزه كم مركز؟ 7-8 مراكز، هنزل كل لجنه في مركز. يعني بتنزل ده بتعمل انتشار، بتدي اطمئنان للمزارع والناس اللي بتوزع الاسمده ان هناك رقابه في التوزيع. والمخطئ، انا لسه معالي الوزير محول 3-4 الى النيابه العامه بنفسه، خدت بالك؟ واتخذ ضمنهم الاجراءات العقابيه الصارمه، ما فيش طبطبه، اللي هيقع يسد بقى. احنا لازم نتابع توزيع الاسمده بعداله كامله على كل المزارعين، ونحل المشاكل اولا باول. حضرتك احب اطمنك، تخيلي ان معالي الوزير مزارع بسيط بيتصل بيه، الاقي معالي الوزير يبعت لي رساله عندك مشكله مع المزارع الفلاني في المكان الفلاني. تخيلي، تروح لجنه فورا تشوف المشكله ايه على الطبيعه، اذا كانت مشكله سهله بتتحل، مشكله فعلا له حق، الناس لازم تاخد عقاب فورا. نعم. على اساس لما بهذا بينتشر الناس كلها بترتضع. كلنا كويسين ان شاء الله، بخير ان شاء الله. بعض الفاسدين احنا هنسيطر عليهم تماما، مش هيبقوا موجودين في هذا المجتمع، والدنيا هتتغير بمشيئه الله. وانا متفائل جدا لمصر ان شاء الله، انا بكلمك في منتهى الامانه ان شاء الله. باشمهندس حمدي، يتبقى لينا طبعا هذه النقطه اللي كل يوم نيجي نتكلم فيها، اخواتنا الفلاحين بيزعلوا، التعدي على الارض الزراعيه. دلوقتي في الفترة بتاعت الانتخابات وانشغال الناس وانشغال الكيانات يعني القومية اللي موجودة عندنا والمؤسسات وما إلى ذلك، حصل تعدي يمكن على 1,000,000 فدان تقريبا، 1,180,000 حالة. طب يا نهار أبيض، ده شيء يعني بس مزعج. أنا عايز أطمنك إخواننا الفلاحين، الفلاحين الأصلاء الكويسين المحترمين مش بيتعدوا على الأرض الزراعية. أمال إيه؟ إيه التعدي ده؟ دولي مافيا الإتجار في الأرض الزراعية. دول التجار الجشعين اللي مش كويسين، اللي ما عندهمش وطنيه ولا ذره من الوطنيه، وعشان كده انا بتتبع كل ما هو اللي باني على فدان ارض ده. وده ده مزارع؟ ده فلاح؟ لا، ده بيبني على اللي بيعمل على السور ويقسمه عشان يتاجر فيه ويبيعه، ده اللي بتتبعه اينما كان، وتم الازاله. واصر دلوقتي على الازاله تكون فعليه مش شكليه، وكل المخالفات دي تطلع بره، ولو بنى تاني هزل له تاني. ودي تعليمات صريحه من معالي الوزير، وانت شايفه معالي الوزير مصر ان هو بيحضر الازالات دي بنفسه. وعندي لجان بقى برضه بتتتبع هذا الكلام في كل الدنيا. يعني انا بطمنك ان كل الناس اللي تعدت الارض الزراعيه معمول لهم الاجراءات. معمول لهم اجراءات مره واثنين وثلاثه، وطلع لهم قرارات من السيد المحافظ بالازالات، زائد ان المحاكم كمان شغاله بتديهم سجن دلوقتي وغرامات تبقى للقانون. ولكن كان تطبيق القانون في الفتره اللي فاتت، احنا كنا كلنا مش فاضيين، وكنا ملخومين في حاجات اخرى، الامن ودواعي الامن والكلام ده، لحد ما تستقر الدوله. وهنا الكلام اللي قلته لك في الاول، الدعم السياسي والرؤيه السياسيه والرؤيه القويه بقى للدوله تعود الى يعني عهدها الاولاني، ان تكون هناك مؤسسات حاكمه، مؤسسات شرعيه بتبص للبلد، ننفذ القانون، كل واحد يبقى مسؤول بقى عن الحته بتاعته. سواء القضاء، سواء الشرطه، سواء الجيش، سواء الزراعه، الصناعه، نرجع بقى نعود تاني الى ان احنا نعود الى يعني رشدنا. واعتقد هيبقى في افاقه لهذا الكلام، والمعتدي واللي كان بيسرق البلد في وقت فيها القانون كان يعني في، مش عايز اقول تراقي شويه الحقيقه، لكن كانت الدواعي بتشدنا لحته اكتر من كده. اعتقد كله هيرتدع وهيخاف، وهنقف زي بالظبط لما بنحترم إشارات المرور. نعم.
نعم يا رب إن شاء الله. إن شاء الله نرجع كلنا كده نمتثل كده للقانون، نمتثل لإحكام العقل كلنا إن شاء الله. زي ما حضرتك أضفت إن كل الناس كل واحد له دور لازم هيعمله بإذن الله، كل واحد عارف دوره، ده حاجة مش هتبقى بعيدة أبدا عن مخيلتنا، ما هياش حاجة جديدة، ما بنتكلمش كلام جديد، لكن يبقى بس التنفيذ في الفترة الراهنة والمستقبلية أيضا كمان. بشكر حضرتك باشمهندس حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، شكرا ليك يا فندم.